هذا اليوم المبارك اللي في هذه الوقفه الاحتجاجيه تضامنا مع السائقين ومع ارباب الشركات المعتقلين في السجون ديال طنجه باسم الجامعه الوطنيه للنقد متعدد الوسائط وباسم الجمعيه المغربيه للنقد الطرق عبر القرارات امتري. كنهني جميع المهنيين، جميع المستخدمين ديال وكالة التعشية والنقد الدولي، جميع السائقين المهنيين، جميع اصحاب شركات النقل الوطني والدولي بهذا النجاح ديال الوقفه الاحتجاجيه. حنا كمهنيين كنطلبوا واضحين، كنطلبوا بتعديل ظهير 1974 والشيخ المتعلق بالعقوبات، حيث ان الظهير هذا اصبح لا يتماشى مع التنميه الاقتصاديه في البلاد. لا يمكن ان الملك جلاله الملك محمد السادس نصره الله كيجيب استثمارات ضخمه، شركه الرونو، شركه بيجو، عندنا مناطق حره، عندنا الفلاحه، ولكن مع كامل الاسف القانون ما زال من ايام ديال الاستعمار، ما زال يطبق قانون غير واضح، قانون غير عادل. لهذا نطالب بتعديل ظهير 1974 باش نحدوا المسؤوليات، باش السائق كيعرف الدور ديالو، صاحب الشاحنه كيعرف الدور ديالو، صاحب البضاعه كيعرف الدور ديالو. ما يمكنش نعيشوا في واحد الظروف غير طبيعيه. كذلك نطالب بتفعيل الفصل 160 161 من المسطره القانونيه، المسطره الجنائيه، حيث انه تعطى الصراحه المؤقت للمتهمين قبل ما يكون اعتقال. كذلك نطالب الجهات المسؤوله بتعميق البحث، بتعميق البحث الامني حتى يتم القبض على المهربين الحقيقيين، وما يكونش المهنيين اكبر فداء. لا يمكن للناقل للسائق انه يشوف المخدرات معبئه داخل صناديق حديديه او داخل سمك مجمد ويتحكم على السائق ولا رب العمل، بينما اصحاب البضاعه واصحاب المخدرات مطلوقين. فين هو الامن؟ فين الفرقه الوطنيه؟ فين الاجهزه المخابراتيه؟ ما يمكنش نعيشوا في الرعب، راه الان نعيش الرعب. هنا كنقولوا بانه جا الوقت للحكومه تحمل المسؤوليه ديالها. الحكومه تقدم مشروع قانون البرلمان لتعديل القانون. بغينا ان الدوله المغربيه والحكومه المغربيه قدمت في البرلمان الان مشروع قانون جنائي. بغينا الظهير ديال 74 وخصوصا القانون المتعلق بالعقوبات انه يدخل البرلمان ويتصادق عليه وتعطى كل مهني الحق ديالو. وحنا كنقولوا كمهنيين وكامتري وكجامعه، القرار الامور واضحه، راه الضفة الاخرى في اسبانيا قريبه لينا الخوزيرات، ما نمشيوش حنا لفرنسا والدنمارك وسويسرا، مشيو للخوزيرات. لما يتم ضبط المخدرات داخل اي شاحنه المسؤوليات واضحه، السائق مسؤول ديالو واضحه، الناقل مسؤول ديالو واضحه، المعشي مسؤول ديالو واضحه. علاش في بلادنا القانون ما واضحش؟ اوروبا واضح والمغرب ما واضحش. لهذا كنقولوا اذا تمت ضبط الممنوعات كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. حنا مع القضاء، قضاء مستقل، نحترم القضاء، ولكن القانون مع كامل الاسف ما كيعطيناش الحق ديالنا. حنا كنقولوا المغرب ماشي في تطور، هناك استثمارات ضخمه، هناك برامج تنميه ضخمه، هناك النموذج التنموي. سيدنا عين شاكب موسى كمسؤول ديال النموذج التنموي، كيف غيكون النموذج التنموي وكيف غيكون الاستثمارات وكيف غيكون فرص الشغل؟ وحنا كنعيشوا الرعب في هذا القانون. هذا قانون مرعب، يجب تعديل الظاهر هذا. وبهذا المنبر هذا كنحيي جميع المناضلين، جميع السائقين، المستخدمين ديال 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 الترونزيت ديال الترونسبور لي ترونسبورتور، كنهنيهم بنجاح الوقفة هذه، وإن شاء الله سنكون مع وقفة أخرى، وإن شاء الله الجمعية والجامعة والجامعات وجميع المناضلين. ومن هذا المنبر كنحيي جميع الجمعيات والجامعات في جميع تراب المملكة المغربية اللي ناضلوا وعلنوا على التضامن ديالهم، والإخوان معنا من كازا، من أكادير، من الدخلة، كنهنيهم على التضامن هذو، وكنهنيهم على نجاح الوقفة. الحمد لله كما شفتوا الأمور طبيعية، السير الجوان عادي، ولكن الحمد لله كنشكر الجميع وكنشكر جميع وسائل الاعلام اللي حاضره معنا اليوم. رئيس منتدى مكلف بالجنوب امتري. بهذه المناسبة هذه كنشكر جميع الاخوان، سواء العائلات ديال المعتقلين او السائقين او ارباب النقل اللي تضامنوا مع هاد الاخوان هادو.
واللي بغيت نشير ليه هو انه المشكل اللي عندنا اولا في الترسانه القانونيه المتقادمه التي اكل عليها الدهر وشارب، بحيث ان ما زالت ساريه المفعول قوانين ديال عهد الاستعمار، كاين ظاهر 22، ظاهر 32، وظاهر 74، واللي اصلا متجاوز، بحيث انه في هذيك الفتره ما كانش ما يسمى بالنقل الدولي، ما كناش كنعرفوا النقل الدولي، كان النقل الوطني اللي كان. وبالتالي لازم مراجعه هذه القوانين، حيت الناس ديال القضاء محكوم عليهم بانه يتصرفوا من خلال ديك النصوص، يعني مكبلين حتى هما ما يقدروش يخرجوا على هذه النصوص. وكاين حاجه اخرى، ولكن في انتظار هذا التعديل هذا ديال هذه القوانين المتقادمه، لا بد من الاجتهاد، لا بد من المراسيم، لا بد لهاد الناس هادو يفهموا هاد لاشين.